بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروفيسور ياسين أقطاي المستشار السابق لرئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان يكتب مقالا غاية في الأهمية اليوم، يرد فيه على الإعلام المصري وهؤلاء الذين أرادوا أن ينالوا منه وأن ينالوا من تركيا ومن السياسات التركية، ويجيب عن شيء مهم جدا. هل مطلوب من تركيا أن تستسلم للنظام المصري والنظام السعودي وغيره من أنظمة الخليج، أم أن تركيا دولة قوية؟ من الذي يحتاج من؟ تركيا هي التي تحتاج للنظام الانقلابي المصري أم العكس؟ وهكذا السعودية. ما هي المطالب المستحيلة التي يطلبها النظام المصري من تركيا لكي يتم التقارب بين البلدين؟ يتحدث ياسين أقطاي عن تسليم المعارضين المصريين المقيمين بتركيا. يتحدث ياسين أقطاي عن الطلب المصري المتعلق بانسحاب القوات التركية من ليبيا. هل يمكن لتركيا أن تستجيب لهذه المطالب المصرية وتسلم المعارضين وأن تقوم بالانسحاب من ليبيا وأن تنفذ سائر الروشتة المصرية المطلوبة، أم أن لتركيا رأي آخر؟ لمتابعة ما جاء على لسان ياسين أقطاي وهو غاية في الأهمية، أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. يتابع أقطاي: كثفت في الآونة الأخيرة وسائل إعلام مصرية وخليجية بشكل مبالغ من وتيرة الأخبار التي تشكك في العلاقات التركية المصرية التي بدأت تنشط منذ وقت، زاعمة أن هذه العلاقات لا تسير على ما يرام. وبالطبع هذا يعود لسبب أن الإعلام الخليجي يبذل قصارى جهده منذ البداية من أجل تقويض أي تقدم محتمل في هذه العلاقات. وفي الواقع بات من الملاحظ أن وسائل الإعلام المصرية التي تتغذى من الرز الإماراتي ضغطت على نفسها بشكل كبير من أجل عدم التحدث كثيرا في مرحلة ما من اللقاءات بين أنقرة والقاهرة. يتابع أقطاي: وسائل الإعلام التي تقول أن العلاقات بين تركيا ومصر لا تسير على ما يرام تعزو سبب ذلك إلى عدم امتثال تركيا للشروط المطلوبة لتحقيق تقارب في العلاقات مع القاهرة. بالطبع هناك مشكلة في التعبير عن المفهوم من هذه الجملة، حيث أن الرسائل ذات النية الحسنة التي تصدر من تركيا حيال العلاقات سواء مع مصر أو السعودية يتم تفسيرها ومع الأسف على أن تركيا تتخلى عن جميع مبادئها وتستسلم في نهاية المطاف أمام الأنظمة العربية الاستبدادية. يتابع ياسين أقطاي: لا أعتقد أن هذا التصور الذي يعكسه الإعلام العربي يتابع بما يكفي من قبل تركيا، وهذا يشير في الواقع إلى مشكلة حقيقية في التعبير عن حسن النية الصادرة عن تركيا حيال تحقيق تقارب في العلاقات. لا ينبغي من أجل بعث رسائل حسن نية لتحسين العلاقات مع بعض الدول لا سيما مصر والسعودية على وجه الخصوص أن يفهم من تركيا أنها تتخلى عن مبادئها ومواقفها الأخلاقية والإنسانية التي حافظت عليها بشكل كامل لا هوادة فيه لسنوات طويلة. للأسف تستغل وسائل الإعلام العربية بعض البيانات والتصريحات من أجل ليها كما يحلو لها من أجل تحريف أو تدمير الصورة المثالية التي حرصت عليها تركيا طوال 20 عاما الماضية، لا سيما حول مسألة الوجود التركي في ليبيا وازدياد أنشطتها هناك يوما بعد آخر. نجد وسائل الإعلام تلك تعكس ذلك على أنه دليل على عدم مراعاة تركيا لشروط التقارب في العلاقات. يتابع أقطاي في مقابلة له على قناة الجزيرة خلال تواجده في زيارة إلى قطر، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن من أهم قضايا الخلاف التي يتعين حلها خلال المحادثات بين تركيا ومصر هو الوجود العسكري في ليبيا،
وأوضح شكري أن ضرورة الانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية من ليبيا هو مطلب أممي، وأن تركيا ليست مستثناة من ذلك، وأن هذا الوجود التركي قد قطع الطريق أمام مرحلة تقارب أو فتح صفحة جديدة في العلاقات. في اللقاء ذاته أوضح شكري أنهم يتوقعون تحقيق الشروط التي نقلوها للجانب التركي كشرط من أجل تحقيق تقارب في العلاقات. وعلى الرغم من أن الوزير المصري لم يذكر بالضبط ماذا يتوقعونه من هذه الشروط، إلا أنه يفهم من الخطاب النقدي المتزايد من قبل وسائل الإعلام المصرية أن ما ينتظرونه من تركيا هو المستحيل. هكذا يقول أقطاي. أولا وقبل أي شيء، المستحيل بكل تأكيد هو تسليم تركيا اللاجئين السياسيين الذين لاذوا بها. ده مطلب الحكم الانقلابي الذي قتل المصريين وسجن عشرات الآلاف، يريد أن يسترد اللاجئين السياسيين الذين لاذوا إلى تركيا، وأقطاي يقول لهم أن هذا مطلبا مستحيلا. إن الرغبة في تسليم طالب اللجوء السياسي وضحايا الانقلاب العسكري إلى دولة تصدر فيها أحكام الإعدام الجماعية بأكثر الطرق تعسفا يعتبر في الواقع رغبة في تخريب أي احتمال لتحقيق تقارب صادق في العلاقات مع تركيا. يتابع أقطاي: كذلك الأمر بالنسبة لانسحاب القوات التركية من ليبيا هو أيضا من جملة المستحيلات المطلوبة من تركيا. يتساءل أقطاي: هل بالفعل طلبوا ذلك من تركيا خلال المفاوضات؟ وإن كان الأمر كذلك فبماذا أجابت تركيا يا ترى؟ إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي يستند وجودها في ليبيا على الشرعية الدولية، فهي ليست قوة احتلال في ليبيا بل تتواجد هناك طالما كانت هناك دعوة للبقاء والمساعدة من قبل الحكومة الليبية. كان من الواجب على الوزير المصري أن يذكر مصر أيضا في جوابه على سؤال مذيعة الجزيرة التي سألته: هل تطالبون بنفس القوة بإخراج بقية القوات الأجنبية والميليشيات الداعمة لحفتر؟ لكن من الواضح والمفهوم بالنسبة للجميع هو أن ما يطالبون به هو إخراج تركيا فقط وبقاء الانقلاب حفتر المدعوم من مصر كي يهيمن على الوضع هناك، وهم يقدمون بالفعل كافة سبل الدعم اللوجستي والعسكري كيفما يشاءون للانقلاب حفتر المتمركز في الشرق، ولا توجد أي عقبة أمام سيطرتهم على ليبيا من خلال الانقلاب إلا وجود تركيا هناك. يتابع أخطاي: بكل الأحوال حسب علمي فإن مسألة الوجود التركي في ليبيا ليست من ضمن المواضيع التي يتم النقاش حولها في المرحلة الحالية ضمن محادثات التقارب بين تركيا ومصر. إضافة لذلك فإن مسألة التقارب بين تركيا ومصر ليست نابعة من أن تركيا مضطرة لذلك، بل كل ما في الأمر هو أن تركيا مدت يدها إلى مصر بنية حسنة، وحينما مدت تركيا يدها بنية حسنة فإن ذلك نابع من التجاوب الطيب من بعض الإشارات القادمة من مصر، وإلا فإن هذا التقارب كما ذكرنا منذ البداية هو أمر تحتاجه مصر وتسعى إليه. يتابع أقطاي: أما بالنسبة للتصور الذي يريدون الترويج له من أجل الضحك على شعوبهم وهو أن تركيا تسعى لذلك لأنها مضطرة إليه، فهو ليس سوى سياسة ماكرة بأقل تعبير. بالطبع يوجد بعد آخر لهذه السياسة، ألا وهو مساومة مصر في الخليج بورقة التقارب مع تركيا، أي الضغط على السعودية والإمارات من أجل الرز، الدولارات والمليارات. وعلاوة على ذلك هناك احتمال كبير لتحقيق السيسي مكاسب كبيرة للغاية عبر هذا النموذج من السياسة، وسيكون من المفيد جدا توضيح حدود هذه السياسة. يتابع أقطاي: أولا، مسألة الاتفاق على أمر ما لا يعني في الوقت ذاته الاتفاق على كل الأمور. على سبيل المثال، تركيا لديها خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وإسرائيل في العديد من القضايا، لكنها تحافظ على التواصل معهم حول بعض القضايا الأخرى حسب ما تتطلبه المصالح المشتركة،
ولا يوجد مبرر لاستثناء مصر من هذه القاعدة. ثانيا، النوايا الحسنة التي تبعثها تركيا من أجل إعادة هذه العلاقات لا يشير بطبيعة الحال إلى إعلان عن هزيمة أو استسلام، ولا يتطلب منها التخلي عن السياسات الأخلاقية والإنسانية التي جسدتها حتى اليوم. ثالثا، تركيا هي الكيان الشرعي الوحيد الموجود في ليبيا، ولا يمكن لمصر أن تشكك في ذلك. لا تمتلك مصر الحق الكافي من أجل التشكيك في الوجود التركي في ليبيا، لقد فقدت حقها في الحديث بعد الدعم الذي قدمته للمدعو حفتر الذي ارتكب انقلابا دمويا وجرائم ضد الإنسانية. إن الوجود التركي في ليبيا ليس احتلالا، كما أنه لم ولن يتسبب بعدم الاستقرار في ليبيا وتقسيمها، بل على العكس تماما، وجود تركيا هناك يضمن بقاء ليبيا للليبيين. بذلك متابعينا الأعزاء، يكون ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس أردوغان قد أجاب عن الطلبات المستحيلة للانقلاب في مصر حول تسليم المعارضين وحول طلبهم انسحاب القوات التركية من ليبيا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالعديد من القضايا. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.